قرب من إنسان مجروح ضايع مهزوم محروم من طعم الفرح. ساعة ما تألم أتكلم بحلاوة راجع مجروح مش قادر يهرب من الجرح. قربت في مرة قرب من إنسان مجروح ضايع مهزوم محروم من طعم الفرح. ساعة ما تألم اتكلم بحلاوة روح راجع مجروح مش قادر يهرب من الجرح. Thank you.
هنا بتعمل ايه؟ يعني بفكر. ايه؟ بتفكر؟ بتفكر في ايه؟ ولا حاجة. ولا حاجة؟ هو صحيح أحمد ده هيرجع البيت النهاردة؟ أحمد وحشني أوي يا مامي. أنا كمان وحشني أوي. يلا تاخدني في الكلام ولا إيه؟ هناخدها النهاردة فين؟ هناخدها فين؟ هناخدها فين؟ هناخدها فين؟ وريني. هنا كده ده كده ده كده ده كده ده واحد. هو أنا إمتى أخف بقى وأفسد الحقن دي تاني؟ طب إمتى تخليني آكل آيس كريم وشوكليت زي بقية أصحابي في الكلاس؟ كفاية راهي بقى. قوم البس عشان أتأخر. أوكي. هتعرف ولا أجي أساعدك؟ لا أنا كبرت خلاص. طب يلا. هتبص. ريزانا يا حضري الفطار لكوكي عشان لسه واخد الانسولين. اوكي انا هعمل نسكافيه لسلمى. اوكي يا دي النوم. سلمى سلمى اصحي يلا يا مامي. قومي يا حبيبتي يلا تأخرنا على أحمد. سيبيني طيب خمس دقايق وهصحى تاني. على فكرة أنا وكوكي خلاص جهزنا ولبسنا. ده بوبي. أي بوبي. ايه يا حبيبي قلب بابي؟ صباح الخير. عامله ايه يا حبيبتي؟ ثانيه واحده ثانيه واحده. صباح الخير يا فندم. التراخيص ايه؟ يا ريح كل ده في المرور؟ ايه في ايه؟ ظبط بدل ما اشدك على الصبح. حاضر يا فندم. طم على المكتب يا رانيا. ايوه يا فندم. خليهم يجهزوا لقياس الكحلي عشان مدام فريال هتبعت تاخدها. حاضر يا فندم تحت امر حضرتك. ايه يا روح قلبي؟ ها قلت لي بقى يا زميلك اللي في الجامعه اللي عايز عربيه بالقياس ده اسمه ايه؟ تحبي اخرب؟ اسمه وهيد يا بابي. ماشي اوكي ده انت تغمري. الظاهر انه موجود تحت. سلام يا حبيبتي. سلام. خليه يتفضل. ماشي بس عينك والمزه اللي معاه. عزه مش ناقص وجع دماغ على الصبح. سلامة دماغك ووجع دماغ انا مالوش عندك اعتبار؟ صباحنا وصباح الملك لله. يلا بقى. مين هادي ده؟ هادي يا مامي ولد تعرفت عليه في النادي ولما عرف ان بابي عنده توكيل عربيات طلب مني ان اكلم بابي عشان يجيب منه عربيه بالقسط. داخله الحمام؟ طب يلا بسرعه ما تاخريش. انا عملت لك النسكافيه على فكره. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا. مدام صها بنت خالي وبتفهم كويس قوي في العربيات. يا اهلا وسهلا. تشربوا ايه؟ انا هشرب قهوه زياده بعد اذن حضرتك. عصير برتقان. برتقان؟ صباح الخير يا حبيبي. صباح الخير يا جدو. صباح الخير يا سلمى. يلا اسبقوني على العربية. صباح الخير يا قمر. صباح الخير. أخدت الدواء؟ ما أنا طول عمري باخد الدواء هتفرق في إيه يعني؟ لا هتفرق والدكتور قال كده. لو سمحت أنا ما بحبش الدلع. أنا ما بدلعش وأنت عارفة كده كويس يا فريدة. بس أنا صحيت من النوم اتقريفت.
ما أعرف من إيه بقى وريني. تاني شريف الخشاب، الموضوع ده بقى له سنين ولو قعد 100 سنة مش هيهدالي بال إلا لأخر. خلاص خلاص، ممكن ما تتعصبش، أروح أجيب أحمد وأرجع أتكلم معاك. تاخد الدواء. مش هاخد الدواء. الحمد لله أحمد بقى كويس، وعد أصعب مرحلة ممكن يعدي عليها حد اتعرض للإدمان. المرحلة الجاية محتاجة إنك تبقي قريبة منه، ومحتاجة إنك تديله الثقة في نفسه من جديد، وتخليه يندمج مع اللي حواليه. ما تقلقش يا دكتور، أنا مفهمهم في البيت على كل حاجة. الحقيقة أنا شفت رجالة وستات بيتعالجوا من الإدمان، وشفت كمان شباب أهليهم جايبينهم لحد هنا، لكن عمري ما كنت أتخيل إن واحد عمره 16 سنة بيتعالج من الهيروين. عايز أقول لك على حاجة مهمة. أحمد لما يدخل عليك دلوقتي بعد الظروف اللي مر بيها والعلاج هتلاقيه بتهت شوية. أدخل. كمان وحشتني قوي. انت زعلانة مني؟ لا يا حبيبي، انا عمري ما زعل منك. طب انا 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 بقيت كويس وخلاص اتعالجت الحمد لله. انا عارف الحمد لله. احنا مش عايزين نتكلم في اللي فات خالص، المهم اللي جاي. ايه جربتيها؟ يا ريت الباشمهندس يجربها بنفسه. اجرب ايه؟ دي عربيه على الزيرو. ياما عربيات على الزيرو بتطلع مليانه عيوب، وياما عربيات مستعمله بتريح صاحبها. معاك حق والله، فعلا ساعات المستعمل بيبقى احسن من الزيرو. ونجرب. احمد خد بقى الورد ده وانت هديتك في اوضتك من امبارح. لا برجع نسيتها. بطل الخيمة يا كوكي. انت عارفه انا عيل برجع في كلامي. طب يلا على البيت يلا.
لا يا نسرين، قال لي مش هينفع يروح المدرسة دلوقتي. اتفقت له مع الدكتور نفسي. ما انا عارف المتابعة مهمة جدا الأيام الجاية ديت. طيب كويس. ماشي يا حبيبتي، بصي هخلص بس الأكل للولاد وبعدين أكلمك. لا على طول. يلا باي باي. باي. نورت بيتك يا ابو حميد. شكرا يا بابا. يعني كانوا بيعملوك كويس في المصحه، اتبسطت هناك يعني؟ بنت سلمى، النهارده بقى عملت لك واجب مع الواد اللي انتي بعتهولي ابو شعر ده، صاحبك في الجامعه، واجب كده. ميرسي يا بابي. يا سياده المستشار، مش ناوي بقى تكلم لنا الراجل بتاع الجمارك صاحبك ده؟ عايزين نخلص. ما بتبطلش لك يا منير. انت عامل ايه يا كوكي؟ حتى انت يا كوكي. حلوة قوي دي. دي سلمى ليك؟ تشبهني صح؟ طبعا. اختك دي على فكره موهوبه قوي، وانت كمان يا حبيبي موهوب قوي. فاكر يا احمد السنه اللي فاتت لما خليتني جبت لك الاورج؟ انت ليه بطلت تعزف مع انك كنت حابب الحكايه دي قوي؟ السنه اللي فاتت كانت ليك صوره هنا. ماما انت بتعزف. ماما هو انت وبابا ليه متخانقين؟ مروه على فكره سألت عليك، واحمد وشهاب وعلي كلهم كانوا عايزين يطمنوا عليك. مش عايزاك تزعل على السمستر اللي عدى عليك ده. انا كلمت مسز إلدا وقالت لي انها هتعمل لك سمر كورس. بس بقول لك ايه، حكايه الطيران دي تنساها خالص يا احمد. انت عارف انا بخاف عليك يا حبيبي. تفضل بقى فوق وتنزل وتسافر وتبعد عني يا احمد. ردي على 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 سؤالي من فضلك. بعدين هتفهم كل حاجه. الحمد لله على السلامة. صباح الخير. ازيك يا دكتورة؟ صباح الخير يا استاذة. صباح النور. اتأخرتي على ميعاد الجلسة كده ليه؟ احنا متأخرين قوي. ما انا مكلمة مازن في الطريق، قال لي فاضل ساعة على القضية بتاعتنا. انت ما رديتش المحكمة ليه يا اشرف؟ ما هو دكتورة اصلا. ما هو ايه؟ انت تعمل اللي بقولك عليه. وانت ما قلتليش ليه؟ اصلهم امبارح حضروا الجلسة وما رجعوش على المكتب. كنت لازم تتابعيه. انت عارفه ان عاطف جوهر لسه قافل معايا دلوقتي؟ عنده قضيه جديده ولا ايه؟ بيطلق. هو محتاجنا في ايه؟ انت عارفه هو متجوز بنت مين الاول؟ يحيى العرابي؟ عاوز يدفعها 4 مليون. نعم يا اختي، 4 مليون جنيه؟ مؤخر الصداق اللي هو كاتبه. هو عاطف جوهر ده اتجنن في دماغه؟
يكتب مؤخر صداقة 4 مليون جنيه للبت دي؟ ده انا لما بشوفها في النادي ما بعرفش افرق ما بينها وما بين اخوها. ده هو اللي لازم ياخد منها مؤخر صداقة. ما هو مش عايز يدفع. ماشي ما خلوش يدفع، هياخد مليون جنيه. قلت له قال لك ايه؟ موافق طبعا. اتصلي لي بيه. عاطف جوهر يحيى العرابي. دكتورة بعد إذنك. اتفضل. دكتورة فريدة، أنا ليا وجهة نظر في رد المحكمة. حتى لو أنت محامي شاطر، في حاجة اسمها خبرة ولازم تحترمها. اتفضل على مكتبك. فريدة. الو الاستاذ يحيى العرابي، معاك الدكتوره فريده الطبي. الدكتوره فريده الطبي المحاميه دي السعوديه دي. اهلا وسهلا يا فندم. لا اسمع عن حضرتك، حضرتك عالم من عالم القانون. خير يا فندم؟ لا يا فندم خير ان شاء الله. اكيد سيادتك عارف ان عاطف جوهر موكلي، وعارف طبعا ان في مشاكل ما بينه وما بين بنت سيادتك. لا كنا عايزين بس نسرف في حكايه الطلاق ديت، وزي مثلا ما بيقول شيل ده من ده يرتاح ده عنده. احنا ما عندناش مانع بس يدفع المؤخر الاول. لا يا فندم، ما احنا قلنا لا احنا عايزين منكم حاجه ولا انتوا تاخدوا مننا حاجه. ازاي حضرتك تقرري حاجه زي كده؟ تكونيش امي وانا مش واخد بالي. لا يا فندم، الست امك اكبر مني بكتير قوي في السن، بس على اساس لما كنتش عندي بكره هنا في المكتب، بعد بكرة الصبح إن شاء الله هكون في النيابة عاملة لبنتك قضية زنا باسم موكلي. وإنت عارف بقى الجرايد والفضايح. وأنا والله العظيم لا بحب الجرايد ولا بحب الفضايح. في أي وقت ممكن تشرفني. مع السلامة. تفتكري هيجي؟ صباح وابيض. لا 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 يا حبيبي، اصل انا ماليش في الابيض. امال ليكي في ايه؟ انا ليا في كل حاجه الا ده. كل حاجه؟ كل حاجه مش كل حاجه قوي. بص بقى، ما هو عشان يحصل حاجات لازم يحصل قبلها حاجات كتيره قوي. جو الحاجات اللي احنا عايشين فيه ده، ما توضحي. ها وضحي يعني، واي حاجات انت عايزاها انا مستعد اعملها. شوف يا موني، انت كل اللي عايز نعمله لك انا مستعد اعمله، بس بشرط. شروطي في الحلال. بصي يا حبيبتي، الحكايه دي في الحلال بيبقى دمها تقيل قوي. اسكت. هو انا ما قلتلكش؟ اصلا ما بعرفش اعمله الا في الحلال، وهو ده عيبي. شفت يا غاليه، انت شكلك مش مصدقني، بتبصلي قوي. شوف يا حبيبي، انا ارقص اتشاء ما يمنعش، انما كله الا الحرام. عليا برضو الكلام ده يا سوسو. وعزة وجلالة الله، هي دي الحقيقة يا موني. جرايه ياما، دي هتعمليهم عليا ولا ايه؟ شفت شفت يا اخويا، اديك من النوع اللي بتتنرفز بسرعة اهو. ما انت جايباني لغاية بيتك هنا ولابسه الاحمر قصير، وفي الاخر عايزه تعملي لي فيها زهره العلا. طب اهدى اهدى بس، اهدى يا اخويا عشان نتفاهم. على ايه؟ على الحلال. ما بحبوش وبكره امه. وانا بقى هخليك تحبه. سفله سفله. انا مش عارفه انت خايف منه ليه، ده سكته سهله قوي، هما ورقتين ويا سيدي خليهم معاك. طب و الشهود؟ يا عم الشاهد ربنا. لا كده ابتديت احبه بقى. بس يعني في قعده حلوه زي اللي احنا قاعدينها دي، هنجيب بس ورقتين منين؟ انا عندي الورقتين. يبقى لا مؤاخذه يعني، المشكله في القلم. انت لا مؤاخذه هتستعبط ولا ايه؟ طب يا حبيبتي يعني ما نأجل الموضوع ده بس لغايه ما اروح المعرض، اصل انا عندي هناك ورق جاهز ومطبوع. وانا كمان عندي جوه ورق جاهز ومطبوع.
صايعة صايعة. طب بصي يا حبيبتي بقى، قبل حكاية الورق ولا مؤاخذة القلم، عندي شرط. هادي يا فندي، يعني تقعي بكلمة كده ولا كده توصل لسلمى، هزعل وهزعل أمك. هادي هادي العيلة بشرط، حتة العيل المفعوص ده اللي اديله سري. نقول مبروك. الله يبارك فيكي. صباح الخير يا استاذه، اتخبطت ده ليه؟ عملت ايه؟ ولا حاجه، كنت مستنيك. انا بتكلم على الموضوع التاني. كله تمام. انت عمرك اعتمدت عليا بحاجه ما كنتش قدها؟ لما نشوف. طب اطلعي انت بقى وانا هستناك هنا. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان سيزيفت فوق. انت هتخافي منه ولا ايه؟ يلا بينا. ان المتهم الماثل امام عدالتكم قد ثبت عليه بالدليل الدامغ تقاضيه مبلغ 20 مليون جنيه رشوة دفعها الشاكي والمعترف على نفسه للمتهم بصفته وكيلاً لوزارة الإسكان، وذلك في مقابل أن يسند إليه بالأمر المباشر أعمال الهدم والبناء في 3 مشاريع كبرى بقيمة 260 مليون جنيه. وبالرغم من حصول المتهم على الرشوة في صورة دفعات، إلا أنه لم يفي بوعده، مما اضطر الشاكي إلى أن يتقدم بطلبه إلى النيابة، وقد وافقت النيابة العامة على وضع المتهم تحت المراقبة إلى أن تم ضبطه متلبساً بتهمة الرشوة. والنيابة تطلب من عدالتكم تطبيق المادة 103 من قانون العقوبات ليكون المتهم عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة. كده كده القضية قدامك، وفريدة شاطرة وهتعرف تاخد فيها حكم. تاخد حكم من القاضي، إنما نساعدها بالغش والسرقة والتزوير فده من رابع المستحيلات يا هانم. أنت عارف هي هتدفع فيها قد إيه؟ قسماً بالله لو ما كنت مراتي لكنت ضربتك بالجزمة وعملت لك قضية رشوة. أنت بتكلمني أنا بالطريقة دي؟ هو ده ردي، وإن كان مش عاجبك الباب قدامك. باب؟ باب إيه يا أبو باب؟ دي شقتي، كل حاجة فيها هنا باسمي، من تعبي وشقاية مع فريدة اللي مش عاجباك. أنت بتعايريني؟ هو أنا كنت مستني منك حاجة؟ أنا كنت راضي باللي قسمته لي ربنا ومبسوط بشقتي القديمة، إنما أنت يا هانم، أنت اللي عايزة تبقي فريدة، وعموماً أبوك على أبو فريدة على أبو البيت. امشي يا مريض يا حيوان. أوعي زبالة، خش في دقيقتين دوية تحتك. زبالة خش في دقيقة. جاتك القرف. دفاعي اتفضل. في الحقيقة يا سيادة الرئيس، مع احترامي الكامل للنيابة الموقرة، أنا مش شايفة إن في قضية من الأساس. من فضلك يا دكتورة ادخلي في الموضوع. الأمر في منتهى البساطة، إن واحد زي ما النيابة الموقرة ما قالت أخذ رشوة قدرها 20 مليون جنيه حتى يرسل المشاريع اللي عنده في الوزارة على الشركة التي يمتلكها الشاكي. لحد هنا كويس قوي، تمام. خلينا بقى في النتيجة. هل المتهم اللي هو موكلي في خلال السنتين اللي فاتوا رسى أي مشاريع على شركة الشاكي؟ الرد يا سيادة الرئيس لا، وبالتالي فتهمة الرشوة باطلة. يا فندم لقد تم القبض على المتهم وهو متلبس بالرشوة. نيجي بقى لحتة القبض على موكلي. شوف سيادتك اللي مكتوب في محضر الضبط، اسمح لي أقرأ لك بس فقرة صغيرة كده منها، بتقول فقدم له الشاكي حقيبة سوداء اللون مغلقة. نحط بقى تحت مغلقة 1,000,000 خط، يعني موكلي وهو قاعد مع الشاكي ما كانش يعرف إن الشنطة السوداء المغلقة بداخلها فلوس، لأن الشاكي أوهمه إن الشنطة دي فيها أوراق تخص الشركة. وعند المادة 103 اللي اتكلمت عليها النيابة تنص على أن تشترط توافر القصد الجنائي عند المرتشي. يعني لو الراشي حط في جيب المرتشي الفلوس من غير ما يعرف تسقط التهمة، وهو ده اللي حصل. وشكراً للمستمع. الحكم بعد المداولة.
حكمت المحكمة حضورياً ببراءة المتهم عبد الرحيم ناصر الشافعي من التهمة المنسوبة إليه. رفعت الجلسة. أستاذة يا أستاذة. ايه اهل المدعي بيجري وراك ولا ايه؟ لا ما حد بيجري ورايا، انا اللي بجري وراك. البرنس طول عمره برنس. ماشي يا عم البرنس، جبت بقيه الاتعاب بتاعتي؟ لسه. الله يخرب بيتك، الراجل ده نصب على مصر كلها، مش هينصب علينا في 2 مليون جنيه؟ يا نهار اسود. اجري. مش بقول لك برنس. صاحبك النهارده دمه اتحرق. ميت ميت. ولسه. Summer in a Kingston hat, have you been a rock? Pull up the real sugar cane in my bag of shot. Me no carry one pop, bring a bag of shot. Tell me say you want to, call your body hot girl. You're beautiful, smile, call me back. بقول لك مين، انت عارف ان انا اصلا ماليش في الكلوبينج ولا السهر ولا الجو ده خالص، بس انا قلت اوكي عشان خاطر العربيه دي. ايه ده يعني انت جايه عشان خاطر العربيه مش عشان خاطري؟ واضح كده انك داخله على طمع. مين دي يا ابني اللي داخله على طمع؟ ده انا بنت فريده الطب دي. طب ليه بقى قلت بنت فريده الطب دي وما قلتيش بنت منير الدويري؟ لا عادي، اصل يعني ليه؟ اصل يعني ايه يا بنتي؟ ده راجل بيحبك جدا، ده اداني العربيه من غير اي ضمانات عشان خاطري. اوعى انت بس تطلعني عيله قدامه. عيب عليك. ما تهرجش معايا بايدك تاني. حاضر. انا بتكلم بجد. خلاص مش هعمل كده تاني. خلاص بقى. طب انت خايفه ليه؟ ما تخافيش. ميرسي يا هادي. ميرسي على ايه؟ ايه اللي حصل يعني؟ كنا سهرانين وانبسطنا وبس. ايوه بس انا مش متعوده على الحاجات دي. الحاجات دي اللي هي ايه؟ يعني السهر والدوشه والزحمه و... امال انت بتعملي ايه في حياتك؟ بعمل حاجات تانية يعني، بروح النادي، برسم، بسمع مزيكا. بنت ممله يعني؟ لا مش ممله، وبعدين انا برتاح اكتر في الحاجات اللي بعملها وانا لوحدي. ازاي يعني؟ بص يا هادي، انا عندي صحاب كتير وبنتقابل نتكلم، بس انا مش بحس ان في حد بيفهمني، عشان كده متعوده اني اكون لوحدي. فعلا انا جوايا حاجات كتير متلخبطه يا هادي، وافكار كتير ما حدش بيفهمها، محتاجه حد جنبي. مش برتاح بس غير لما باجي ارسم. هادي انا لازم انزل. طب ممكن تستني شويه؟ وبعدين انت مش قلتي لي هتوريني المرسم بتاعك؟ بس مش هينفع المره دي، الوقت اتاخر. يلا تصبح على خير. طب طب باي. باي. وقتك يا بنت اللذينه. خارجة ولا ايه؟
اتفضلي.